السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس النحو. درسنا النهاردة بعنوان الميزان الصرفي. إيه حكاية الميزان الصرفي دي؟ عارف الميزان لما تروح تشتري فاكهة أو تشتري أي شيء بيتوزن، بيحط لك البضاعة اللي أنت تشتريها في كفة والتقل كيلو أو نص كيلو أو في الكفة الثانية، لغاية لما بتوزن الاثنين قد بعض، خلاص اتفضل يا أستاذ حاجتك. كذلك الحال بالنسبة للغة العربية. عرفنا من ان الفعل المجرد والمزيد اللي كنا خدناه قبل كده، الفعل المجرد نوعين، ثلاثي ورباعي. اكتر الافعال المجرده كانت افعال ثلاثيه، لذلك وضع علماء اللغه ميزانا صرفيا للكلمات عشان يساعدنا في معرفه الاصلي والزائد والمحذوف من الحروف. طب ده بيساعد في ايه؟ بيساعد كمان في الكشف عن الكلمات في المعاجم. طب هذا الميزان الصرفي ازاي؟ حط العلماء اللغة كلمة فاعلة، ثلاث حروف، الفاء والعين واللام. طيب مثلا اذا اردنا ان نزن كلمة كتابة، كتابة، هنقابل حروف الكلمة بحروف فاعلة زي ما هنشوف مع بعض. كتابة ده الموزون، فعالة ده الميزان. الحرف الأول من الفعل كتب بيسمى فاء الكلمة. طب الحرف الثاني بيسمى عين الكلمة، والحرف الثالث بيسمى لام الكلمة. كيفية وزن الكلمات في اللغة العربية بوزنها ازاي؟ بص يا سيدي، أول حاجة عندي الأفعال. إذا كان الفعل المراد وزنه ثلاثي مجرد، مجرد يعني إيه؟ شلنا منه حروف الزيادة زي ما خدنا قبل كده، هنقابل حروفه بحروف أيوة فاعلة بنفس تشكيل الحروف زي ما بقول ضارب ضارب فاعلة فاهيمة فاعلة كاروما فاعولا هدى فعلا. بص نفس تشكيل الحروف اللي في الفعل الثلاثي بينزل في تشكيل الحروف بتاع الوزن اللي هو فعلا. طيب إذا كان الفعل المراد وزنه رباعي مجرد، يعني ما فيش فيه حروف زيادة، قابلنا حروفه اللي هو حروف الفعل بحروف فعل زي الميزان في الثلاثي بالظبط، ولكن هنكرر اللام اللي في الآخر تبقى فعلل. بص كده، زلزل فعلل، زخرف فعلل، بعثر رباعي اهو فعل رباعي فعلل، دحرج فعل رباعي مجرد فعلل. طيب إذا كان الفعل زائد بغير تضعيف، هنقابل أصول الكلمة بحرف فعل ونزود الحرف الزائد نفسه في ترتيبه في الميزان. بمعنى بص، الفعل أهمل عندي حرف زائد بس من غير مضاعف اللي هو حرف الألف. أهمل أصل الفعل هامل على وزن فعلا. طب أهمل هحط الحرف هو هو الزيادة اللي عندي في نفس مكانه في الميزان، يبقى أهمل أفعل. طب حاسب أو حاسب، حرف الزيادة اللي عندي إيه؟ حرف الألف اللي هو تاني حرف، هحطه في نفس مكانه في الميزان. حاسيبة اللي هي الثلاثي بتاعه هحطها فاعلة، حاسبة فاعلة. طب حاسب هينزل الحرف الألف الزيادة مكانه في الميزان، يبقى فاعل. طب المزيد بحرفين، انكسر، أنا عندي الفعل ثلاثي كسر فاعلة. طب الحرفين الزيادة هحطهم بنفس ترتيبهم في الفعل في الميزان، يبقى ايه؟ انكسر. طب اجتمع،
نفس حروف الزيادة هحطها مكانها. أصل الفعل عندي جامعة، طب عندي الألف والتاء هحطهم في ترتيبهم اللي في الكلمة في الميزان، اجتمع يبقى افتعل. طب تفاهم، خلاص عرفنا تفاهم على وزن تفاعل. استخرج، فعل هنا مزيد بثلاثة حروف، ينزلوا زي ما هم في مكانهم. أصل الفعل خرج فعال. طب استخرج، برافو عليك، استفعل. طب تزلزل، أوزنها إزاي؟ زي ما احنا بنوزن بالظبط، الفعل زي ما هو زلزل على وزن فعلل. طب التاء الزيادة تنزل مكانها في الميزان في أول الكلمة تبقى تفعلل. والفعل عندي زائد بسبب تضعيف حرف أصلي، هعمل إيه؟ هنقابل حروف الأصلية بحروف فعلة زي ما احنا تعودنا وعرفنا، وضعفنا ما يقابل الحرف اللي هو المضعف في الأصل في الميزان، زي ما بقول حسنا، حرف السين هنا مضعف يبقى يضعف في الحرف اللي قصاده في الميزان، يبقى ايه؟ حسنا فعلا. حرف السين تاني حرف اللي هو العين هتضعف زي الكلمة الأصلية. طب جمل، حرف المضعف عندي حرف الميم تاني حرف، أضعف الحرف اللي قصاده أو اللي يوازيه في الميزان يبقى فعلا. طب علم، الفعل علم تاني حرف مضعف هيقابله في الميزان حرف العين يبقى فعلا. كبر، نفس الكلام هضعف الحرف اللي بيوازيه في الميزان أو اللي قصاده اللي هو حرف العين، كبر مضعف الباء يبقى فعلا. طب إذا كان الفعل محذوف منه حرف، خلي بالك بقى الحتة دي مهمة جدا، لو الفعل محذوف منه حرف هنحذف ما يقابله في الميزان إزاي؟ عندي الفعل قل، أصل الفعل إيه؟ قوالا. طب الفعل اتحذف منه هنا إيه؟ الواو. نقول كمان قل، أوزنها على إيه؟ فعل؟ لا، أشوف الحرف المحذوف، أصل الكلمة قوالا. طب حذفت حرف ايه؟ حرف الواو اللي بيقابلها في الميزان حرف ايه؟ حرف العين، يبقى قل على وزن فل، يبقى مش فعل او فعل، لا انا حذفت حرف الواو اللي هي في وسط الكلمة، هحذف العين اللي بتقابلها في الميزان ويبقى كلمة قل على وزن فل. طب ادع، ادعو، كلمة ادعو أصلها ايه؟ ادعو بالواو، حذفت حرف الواو الأخير يبقى اتحذف الواو الأخير، بيقابله في الميزان حرف ايه؟ حرف اللام، يبقى ادع أو ادعو على وزن افع أو افعو على حسب تشكيلها، حذفت الواو بحذف اللي قصاده، لو حذفت حرف من الكلمة الأصلية اللي عندي جاي وزنها هحذف اللي قصاده في الميزان، زي ما كنت من شوية لو زودت حرف زائد بزوده في الميزان، هنا لا، هنا لو شلت حرف هعمل ايه؟ هشيل اللي قصاده في الميزان الأصلي، زي كلمة استقم. استقم أصل الكلمة استقيم، شلت حرف ايه هنا عندي اللي متشال في الكلمة؟ حرف الياء، أصل الكلمة على وزن استفعل، حذفنا الياء ودي اللي بيقابلها في الميزان حرف العين، يبقى الياء بيقابلها العين هحذف العين، يبقى استقم على وزن استفل. النوع الثاني اللي عندي بعد ما شفنا كيفية وزن الأفعال ازاي هنوزن الأسماء، هنتبع نفس الطريقة بالظبط
في وزن الأسماء نفس الطريقة اللي اتبعناها في وزن الأفعال هي اللي هنتبعها في وزن الأسماء. نشوف كده مع بعض. الاسم قادر أصله قادر على وزن فعال. حرف إيه الزيادة اللي عندي؟ حرف الألف تاني حرف، ده مش أصلي، ده زيادة. لما رديت الكلمة لأصلها هزود الألف في الميزان، يبقى قادر على وزن فاعل. طب معاون، مفاعل. طب مستخرج، أصل الكلمة خارج فعال. عندي حروف زيادة ميم سين ت، أنزلهم زي ما هم في الميزان، يبقى مستخرج. طب منصور، أصل الكلمة إيه؟ نصارى فعال. حروف الزيادة اللي عندي مكانها في الكلمة تنزل على طول قصادها مكانها في الميزان، يبقى منصور على وزن مفعول. بص كده الكلمة التانية دي، تقديم، ده اسم قا د ما، ثلاث حروف فا ع لا. طب تقديم، عندي حرف التاء وحرف الياء زيادة في الكلمة تنزل في الميزان في مكانها، يبقى تقديم على وزن تفعيل. طب معروف، لسه قايلين واحدة شبهها دلوقتي، منصور مفعول، معروف مفعول. واللي اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، الوزن الصرفي لكلمة رائعة على وزن ايه؟ رائع، أصل الكلمة رائعة، رائعة، يبقى ثلاث حروف وحروف الزيادة بتنزل مكانها، يبقى رائعة على وزن ايه؟ فاعلة. أيوة كده. وزن كلمة أرض، أرض على وزن أفعل، لأن الحرف أرض مش فاعلة. هجيبها ازاي؟ برجع الكلمة للمضارع زي ما قلنا، أو الأرض أو المصدر، يبقى يرضي، يرضي، أنا حذف حرف إيه؟ اللام، الياء هنا بيقابل اللام هنا، يبقى أرض على وزن إفع. وزن كلمة المصير، مصير، ما صار، يبقى الألف واللام زي ما هي، ميم صاد ر، والياء تنزل في مكانها في الميزان، يبقى المصير على وزن الفعيل. وزن كلمة الإسلام، سليمة، ثلاث حروف أصليين فاعلة، يبقى الإف عال هي دي. طب وزن كلمة يجب، أجيبها إزاي؟ يجب أرجعها لأصلها واجابة، يجب حذفنا حاجة، يبقى يعل. وزن كلمة سمة، أصل الكلمة وسامة أو يسمو، يسمو، سمو، يبقى أنا حذفت حرف ال فاء، واو، وسامة حذفت حرف الفاء، من هنا هحذف حرف الفه قصاده الواو، من هنا هحذف الفه من هنا قصاده، يبقى على وزن علة. بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين زي ما احنا. وزن كلمة وفق، وفق حرف مضاعف على وزن فعل، وفاق، والتضعيف بينزل مكانه في الميزان زي ما شرحنا. وزن كلمة مازح، مازح على وزن ايه؟ مازح على وزن مازح فعال. طب والألف زيادة تاني حرف، يبقى على وزن فاعل. وزن كلمة هدى، هدى ده فعل ثلاثي اهو، في حرف مضاعف بفك التضعيف، يبقى هدى على وزن فاعل، ثلاث حروف. نصح الأب ابنه وقال: يا بني، قي نفسك مواطن الشبهات، واسعى لإصلاح ذات البين، كي تكون مشكورا عند ربك محمودا عند الناس، واصغي إلى أنات البؤساء، فالإحسان بالناس هبة من الله تعالى. أول سؤال التقليدي، واللي اعرب ما تحته خط، نصح الأب، نصح فعل، يبقى الأب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. يا بني، قي، قي هنا من الفعل، وقى يعني حفظ بمعنى احفظ نفسك، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، عند الناس، الناس سهلة، بعد عندها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.
فالإحسان إلى الناس ماله؟ هبة، يبقى خبر مرفوع بالضمة. الإحسان ماله؟ هبة، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. استخرج من الفقرة خبر لناسخ وبين نوع. الناسخ عندي اتنين، يا إما فعل ناسخ يا حرف ناسخ، لما كان أخواتها وإن وأخواتها. أنا عندي هنا كلمة تكون مشهورا، مشهورا ده خبر. طب نوع الخبر زي ما كنا خدنا قبل كده مفرد وجملة شبه جملة، الخبر هنا نوعه مفرد. عايز ايه تاني؟ فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب يعني قبل منه أداة من أدوات النصب، أن، لن، كي، حتى لام التعليل. أدور كده هلاقي عندي هنا كي تكون. تكون دي تنفع؟ اه تنفع، خبر تنفع لأنها فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة لأن سبقه بأداة نصب. زين الكلمات التالية، قي، واسع، مشكورا، هبة. قي دي هوزنها ازاي؟ هرجعها لأصلها، قي وقي وقا، واحذف الحروف اللي في الميزان، اللي في الحروف الموجودة عندي محذوفة في الكلمة هحذفها في الميزان. طب وقا واو قاف ياء، هنا القاف بيقابلها حرف ايه؟ عي، يبقى فاعل، ف محذوف، الياء محذوفة اللي هي بتقابلها الفه واللام، يبقى هنا عندي حرف العين. طب واسع، واسعة، فاعل، والالف انزله مكانه في الميزان. طب مشكورا، شاكارا، والزيادة الميم والواو والالف انزلهم مكانهم، مشكورا مفعولا. هبة، اصل الكلمة وهابة، يبقى فاعل، شلت الواو اسيد قصاده الفاء، يبقى هبة على وزن علة. صوب الخطأ فيما يلي، تدحرج على وزن تفعل ولا تفعلل؟ لا، هي على، هي مش تفعل، هي خطأ اصلا. اقول لي صوب الخطأ، يبقى تفعلل. ليه؟ تدحرج دحرج على وزن فاعل، لا اربع حروف وحرف الزيادة التاء بنزله مكانه في الميزان. الفعل انتصر على وزن انفعل، الخطأ فيها انتصر انفعل، لا هي على وزن افتعل، هي اصل الكلمة نا صا را، تمام. طب الحروف الزيادة نا صار فعل، يبقى اف تعل، التاء بنزلها مكانها في الميزان والالف في مكانها في الميزان، يبقى على وزن افتعل. الفعل عي على وزن في، عي من الفعل وعى، وعى. طب انا شلت ايه؟ شلت الواو وشلت الياء اللي هي فعالة. طب ايه اللي قصاد الواو هنا؟ وبعد ما استعرضنا مع بعض احداث اللي قصاد العين، العي العين، واللي قصاد الياء اللام، يبقى الفعل عي على وزن ايه؟ برضو على وزن عي. كلمة جهة على وزن فلة، جلة، جهة، لا هي على وزن علة. تخير الصواب مما بين القوسين مما يلي، أخذت نقط كتابا، مراجعة على درس التمييز. أخذت إيه كتابا؟ 11، لأن في 11 بيوافق التمييز بتاعه. الفعل استخرج مزيد بكم حرف؟ عد علينا قبل كده قلنا مزيد بثلاث حروف. تكريم على وزن كرم، حروف الزيادة بتنزل في مكانها في الميزان، يبقى تكريم على وزن تفعيل. صف على وزن، اصل الواو فعل اصلا، وصافة، شلت الواو اصيد قصاده الفه، يبقى عل. وبعد ما استعرضنا مع بعض احداث الدرس وشفنا بعض التدريبات وازاي بيجي عليه في الامتحان، يا رب نكون استوعبنا وفهمنا الميزان الصرفي. لو في اي دروس فايتاك ادخل بس على قناة الاسكولة، تابعونا، ادخل على قوائم التشغيل لغة عربية الفصل الدراسي الثاني. ما تنساش تدخل على موقع الاسكولة، هتلاقي فيه اختبارات تفاعلية، هتلاقي فيه شيتات، هتلاقي فيه امتحانات، ملازم، كل ما يخص المادة العلمية لمادة اللغة العربية. واشوفكم على خير ان شاء الله.